بعد الفوضى العارمة اللي شهدتها مباراة صفاقس والنجم. اليوم نشاهد أحداث أخرى مؤسفة، ولا خلينا نقول مأساوية، في مباراة نهائي الكأس بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي. أحداث كانت نجم تؤدي لوفاة واحد من الجمهور، وهذا شقال شاهد عيان من قلب الحدث. اللي صار عمري لا ريته في حياتي، اللي صار اليوم كارثة على جميع المقاييس. التصوير ما حبش تنحى من بالي، الطفل مكبشت له مقابلني أنا في الفيراج، شدت فيه الباراشوت تشعل بالنار، شدة في رقبته، حاجة من وراء العقل. يودي الناس تخايب ومات، الناس تطفي، الناس دايخة وكلية بعضها بالرسمي خايفين عليه. نزيد تضرب كعب أخرى باراشوت، تضرب في طفل في ظهره، الجمهور خرج الطفل يصحفوا فيه وكذا، والحاكم مشيرة الأخرى ما فماش حالة وفاة مبدئيا، دونك دخلوه باش يتلقى العلاج وربي معاه. علاش وصلنا هكا؟ وين ماشيين؟ وشكون مسؤول على الوضعية هذه؟ هذه هي الجماهير الرياضية المحوذة، فما ناس تسللت، أنا نقول لك تسللوا إلى الجماهير الرياضية والترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، زود الفرق هذوما المؤسسات الوطنية الكبرى ما كانوش ما هيش هذه صورتهم الحقيقية، والأيادي العابسة لن تمر وسيفتح تحقيق في هذا. لو احنا عنا أسبوع والناس كلها معناها تتحدث على هذا ماتش مختر، هذا ماتش ننتظر فيه الجمعيات تقول ردوا بالكم من المندسين، تحذر في جماهيرها، يعني مكان الناس الكل تونس كاملة كانت تترصف حتى التواصل الاجتماعي. الصورة واضحة، وضعية الرياضة في تونس ولات على حافة الهاوية، ولا خلينا نقولوا وصلنا ديجا للهاوية.